إذا كنتم مليتوا من الروايات التقليدية وكنتوا دائما تبحثوا عن روايات فيها جرعة من الواقعية وكمان بنكهة كوميدية، إذا خلينا ننصحكم بقراءة رواية مذكرات رجل سعودي عانس، واللي حقق نجاح كبير، وقريبا راح يكون هذه الرواية راح تكون مسلسل رمضاني. راح نتكلم عن بطل هذه المذكرات ونغوص معاه في أعماق تجاربه الكوميدية مع ضغوط الزواج والعائلة. إذا نرحب بضيفنا في الاستديو الأستاذ وليد الخليل، هلا وسهلا بيك، نورتنا، حياك الله. الله يحييك. وش اللي خلاك تكتب رواية بمنظور الرجل شوف أنا حبيت كلمة عانس يا أخي، هذه جازت لي الكلمة يا أستاذ والله، بس خلينا نقول الرجل الأعزب في مجتمع دائما يركز بشكل كبير على مفهوم الزواج. خلينا واحدة خطوة خطوة. العانس أصبحت للرجل والمرأة. الرجل كان من سن 30 وما فوق، هذاك الوقت من قبل 20 سنة كان عانس، يعتبر من كم لكم؟ 20-15 سنة. تمام. الآن 35 وما فوق يعتبر عانس. المرأة 20 سنة من قبل حوالي 15 سنة تعتبر عانس، 30 سنة وما فوق الحين تعتبر عانس. وعانس كلمة يعني ما هي حلوة، لكن أنا حطيتها للرجل بالعاني عشان برضو يحس قيمة الكلمة. الكلمة مهمة جدا بالنسبة لهم، لأنه ما أبغى مثلا العانس، ترى أنا ما هو ذنبي، أنا مثلا أنا مرأة عانس في ظروف خدتني عانس، ما هي مثلا أنه أنا طلب برأيي، لا، في أحيانا صح تكون هي ترفض المرأة، ترفض الزواج بسبب مثلا الشخص، بسبب مثلا طوله حجمه سمنته، أحيانا هي بعدين نصيبها ما جاء يا أستاذ وليد، نصيبها ما جاء. أنا معاك نصيب، بس أحيانا توصل مرحلة إلي ما توصل خلاص كبرت في السن أنا موافق، أوافق على هذا الشخص، إذا كان مثلا حتى موافق على شكله، موافق على مثلا حالته المادية، فهي تمشي بهذا الطريق. طبعا أنا مريت بالتجربة هذه. يلا إيش كانت التجربة، أحكي لنا التجربة. هذه الكلام من فترة طويلة. يعني تقدمت على كم بنت، صارت ظروف أنه مثلا هي مثلا ترفض أنا أو أنا أرفض، مش مثلا رفض مرحلة يعني مثلا أقول لك قصة نصيب. صارت لي قصة مثلا غريبة. أنا جيت عند واحدة وقابلتها وجلست معها، يعني الوالدة طبعا هي طبعا دائما كانت الله يرحمها هي المستشارة حقت، فروحنا قابلنا، طبعا الأب رفض ينزل البنت، أنا جلست مع بعض الأب رفض ما دي، قلت له خلاص، يعني قلت ايش اشتغل مثلا، اسئله وبعدين وخلص انتهت 10 دقائق، قال لي والله انا اسفين، طب انتوا ليه ناديتوني مثلا؟ ليه ناديتوني مثلا عشان اشوف الرؤيه الشرعيه؟ طبعا صحيح. فبعدها بفتره عرفت هي ولد عمها كان متقدم لها، فهم جابوا لي زي الطعم انه في شخص حيتقدم، فانت اذا ما تقدمت هذا يتقدم الرجال. فيعني هذه من ضمن القصص، انا هذه كتبتها عندي في الروايه، يعني هو حيتقدم، يعني ابراهيم يعني البطل حق راح يتقدم، نفس القصه يعني في حوالي قصص كثيره عشان يحرك ولد العام، عشان يحرك ولد العام يا استاذ وليد يتقدم له. اوكي، يعني انا حبيت انه اسلوبك بالقصص وانت قاعد تقولها اخذت نوعا ما اطار كوميدي. كوميدي جدا، ويمكن الاطار الكوميدي يكون فيه معلومات وقصص وعبر ورسائل توصل اسرع لما ياخذوا باطار واقعي او ممل. يعني انا خرجت مثلا عندي انا اختي واخويا جلسنا قلت لهم القصه، جلسنا نضحك وانا ضحكت معه، يعني ما اخذناها منظور الزعل او لا، انا دائما عندي الوالده الله يرحمها، يعني نفس في الرواية نفس الطريقة، يعني هي عندها فيسبوك، هي كبيرة في السن كانت ما تفهم منه ولا شيء، وحاطة اسمها أم فلان الفلاني، فيعني نفس الطريقة كانت تدور على هذه البنات وتدور في الفيسبوك عشان تخطب لي، يعني هي دائما عقلها كانت في الخطبة في الزواج. طبعا الزن ده هذا اسلوب الزن حق الوالدة استمر عليه الله يرحمها، يعني مستمر إليه بس زوجت بالأخير. يعني كانت هي زي الكليك كذا الزواجة كانت حلو. طيب كيف تقدر توازن بين الجانب الكوميدي في طرح القضايا الاجتماعية علشان يعني ما تصير يعني في شعرة بسيطة بين الكوميدي أو الاستهتار والاستهزاء وما حد ياخذ منه شيء، تمام، وبين الكوميدي وأنه أنا قدرت أقدمها بقالب اجتماعي وخفيف وحلو. تمام. شوفي في كتاب اسمه مولين التراجيديا والكوميديا،
كاتب مشهور يقول لك في فاصل بين التراجيديا والكوميديا، بس لكن فاصل مرتبط مع بعض. أنا طبعا مريت بظروف تراجيدية، مريت مثلا بظروف صعبة، لكن فضلت الكوميديا. الكوميديا يعني الأسلوب السرد، السرد الخفيف. الناس ما تبغى دحين تراجيديا، ما تبغى حتى مثلا تلاقي مسلسلات تبغى مسلسل كوميدي. يعني في أوكي أنا أحب تراجيديا، لكن ما أبغى مثلا منطلق إنه أنطلق في تراجيديا أخلي الناس تضايق. وما تبغى العانس، الرجل العانس يكون في حالة نفسية سيئة، تبغى تخليه مبسوط وسعيد. أحسنتي أحسنتي. يعني أبغى حتى يطلع من الخطبة، يعني هي 30 خطبة القصة، يعني حتكون مسلسل هذا 30 كل خطبة يطلع منها قصة كوميدية حلو، لكن فيها قصة واقعية. يعني مرت علي أنا كلها فيها قصص واقعية، فيها قصص عن الزواج، عن العنوسة. يعني أنا إن شاء الله أنا أحس إنه مسلسل لقيته 30 عروسة ولا لسه 30 قصة؟ لقيت لا 30 عروسة لقيتها. أنا لا بأمانة خليني أقول لك إياها بأمانة 10 10 طب 11 لزوجتي، 11 لزوجتي، 11 ثابتة خلاص، 11 خلاص. الله يتمم، الله يخليك، الخير والبركة. اليوم خلينا نتكلم عن تأثير الضغوطات الاجتماعية. زي ما ذكرت الوالدة الله يغفر لها ويرحمها، الزن الزن الزن، ذكرت هذا الموضوع بشكل متكرر. قد إيش هذا الشيء ممكن يأثر على قرارات الشباب في موضوع الزواج أو حتى أنهم يخطئوا الاختيار؟ أنا خلي أقول لك يا أنا دحين وصلت مرحلة، هذه الشباب من أصحابي وليش ما تزوجت؟ هذا السؤال بالنسبة له يعني كأنك تعطي له مثلا كف. حتى أنتوا الرجال تتأثروا من هذا السؤال؟ مرة سؤال محرج. يعني أنا بطلت أسأل بعد كذا خلاص. يعني هو يقول لي وليد لا تسأل، والله ما السؤال كل أمي تسألني، أبوي يسألني، أصحاب. أنا ما أبغى أتزوج دحين. يعني كل أسف صار مجتمعنا دحين فكرة الزواج صارت صعبة. يعني حتى مثلا لما يتقدم يقول لك اوف لا انا حتقدم في مسؤوليه في لا حياتي، ما راح مع الشباب، ما اتأثر، ما اقدر اسافر. الفكره تغيرت. انا فكرتي لا، على عهدي انا كنت اطلب الزواج، اطلب يعني انا اللي اجي الزواج. دحين لا، الوضع اختلف. يعني الشباب فكرتهم دحين يقول لك لا، انا حتى مثلا يعني تروح بالاسواق تلاقي مثلا امراه حامل او لا، قبل 20 سنه في السوق كله يعني حتى الحمل، فكره الحمل، فكره لا نجرب. يعني تجي 3 سنوات 4 سنوات تسوي تجربه، يتاخر نشوف تجربه. طب انت بتزوج هذا الشخص، معقول مثلا هذا الشخص حيطلع بطال بعد 3 سنوات او 4 سنوات؟ يقول لا خليني اجرب 4 سنوات بعدين افكر. او انه مثلا ما بخرب جسمي، ما ابغى احاول، ابغى اعيش، ابغى اسافر. هم أفكارهم دحين صارت اختلفت، ما هي زي أول. صح. أستاذ وليد، في مسجات حابة توصلها للمدام أنت؟ إيش هي؟ في مسجات حابة توصلها للمدام؟ منتجات؟ مسجات. مسجات أنا يعني ملاحظة إيش؟ خذ راحتك. ما ندري، أنت قاعد تقول عشان ما تبغى تخرب جسمها، ما تبغى. لا في شيء تبغى تقول؟ ما شاء الله. الله يحفظهم يا رب. لا مسجات ما في. الله يحفظهم. لا إحنا جيلنا اختلف. يعني الجيل يعني انا تزوجت ام عبد الله كان عمره 17 سنه 16 سنه، وكان صغيره ليه ما كملت دكتوراه، كملت معاش يعني جلست معاه، يعني ربي عوضك. ربي عوضني طبعا، خير وبركه هي، طبعا هي الخير وبركه حقتي. بس يعني عشنا مع بعض، بدينا من الصفر. دحين لا، الشباب ما ادري يعني تقول لك لا ابغى واحد غني او واحد مثلا عنده. طب انت ما حتبدا لا ما ابغى ولا افكر ابدا من الصفر معه، أبغى أعيش مثلا هو يكون جاهز خلاص. أما أكافح معه لا. يعني هذه الفكرة صارت، ما ندري إيش اللي كل أنا جيلي يختلف، كل واحد جيلي يختلف، ما ندري اختلف. طيب أنت الحين الكتاب راح يتحول لمسلسل بإذن الله، حيكون في رمضان من بطولة إبراهيم الحاج. هل في هناك مقومات أساسية أنت تشوفها ككاتب تحتاج تكون في هذا المسلسل عشان يصير ناجح أو عشان ينجح هذا المسلسل؟ أنا شوف، أنا إحساسي إنه المسلسل ترند حيصير، لأنه أول شيء إبراهيم يعني ما شاء الله عليه، التعبيرات وجهه، خفة دمه، يعني ما هي مصطنعة، طبيعية. بعدين عندك الأستاذ جمال سنان، هذا منتج رائع جدا، أنا قابلته من أول، يعني شاف الروايات حقتي، عندي 13 رواية أنا فأعجب فيها كلها. بس هو ذكي، يعني اختار المجتمع إيش يبغى بالضبط، إيش المطلوب دحين. لا وفي رمضان يحبون، تعرف في رمضان بالذات يعني بعد الفطور الناس تحب تشوف الأشياء الكوميدية وخفيفة. كل إنتاجاته كلها ماشية، كلها ما شاء الله هيت. يعني آخر واحد حق هدى حسين، زوجة واحدة تكفير، كلها هيت، كلها يعني رقم واحد. فهو ذكي جدا، فأنا هو الأول مرة حينتج لوحده، هذا مخوفني أنا. يعني قال لي يا وليد أنا أول مرة حاخذ الرواية هذه،
انا حجازف وانتج لوحدي، يعني دعم مع منتجين. فقال لي انا بجازف، انا الروايه مره داخل مزاجي. فقلت له ان شاء الله يا رب، يعني انا وهو احنا نطلع مع بعض باذن واحد. هو طبعا كل التوفيق. طبعا هي فيها تحدي كبير، لكن اكيد يعني اذا اكتملت العناصر ففي الاخر الا ما يكون العمل طبعاً رائع. وفكره اصلا الروايه اللي راح تتحول لمسلسل فكره جميله جدا، خصوصا تتناول قضايا اجتماعيه حساسه جدا جدا جدا، سواء كانت الروايه او المسلسل. كيف ممكن تحل مشكله المقارنه المجتمعيه؟ يعني مثلا بنت خالتك اتزوجت فلان، مثلا شوف ولد خالك اخذ مدري مين، يعني واحده من العائله الكريمه الفاضله الغنيه وهي وريثتهم الوحيده. يعني نسمع قصص كثير من هذا النوع. خلينا نعرف يعني المقارنات هذه كيف قدرت تسلط الضوء عليها؟ شوف، بالنسبه للرجل مقارنات خفيفه جدا، بالنسبه للمراه هي المقارنات الصعبه. أوكي. مثلا تقول لك شوف بنت خالتك تزوجت، هذه قريبتك تزوجت، انت مثلا ليه توافقي؟ يعني المراه ما تبغى توافق على اي شخص، تبغى الشخص المناسب في الوقت المناسب. فهذه المقارنات صعبه بالنسبه لها، يعني مثلا تقول هذا تزوج، هذه اكبر يعني اصغر منك تزوجت، هذا اكبر منك، تبدا المقارنات. احيانا تنضغط وتتزوج شخص يعني ما هي مناسب لها وما تبغى. يعني اقول لك قصه، يعني دحين صار الطلاق نسبه كبيره عندنا مجتمعنا بكل اسف. يعني قصه بسيطه، انا كنت مع شيخ فبساله عن ايش اسباب الطلاق، قال لي في قصه خفيفه، قال لي واحد زوج واحده وشهر العسل رجعوا، الله يعزك الزباله في البيت، تقول له ارمي الزباله، لها اسبوع ارمي الزباله اسبوعين، يا ابن الحلال الزباله ريحه البيت. ما هو راضي، طلبت الخلع. قال لي لو تسمع قصص الخلع، تسمع قصة، يعني الشباب المسؤوليه عندهم مره مش المستوى. انا ما ابغى اعيش حياتي، ابغى اروح مع الشباب، ابغى اروح النادي، ابغى اروح اسهر مع الشباب، لا تقيديني. يعني بروح بس خذ الزباله معك وانت في طريقك. يعني هذه قصه حقيقيه. أيه. يعني الشيخ قال لي عليه. واو. انا استغربت على الله يعزكم زباله. ويعني او قصه ثانيه، مثلا واحد انا زميلي احب واحده مثلا سنتين، قصه حب مشهوره من عائله كبيره وتم الزواج. جيت انا بعد قابلته مره بعد 6 شهور 7 شهور، قال لي طلقت. انت هذا حب حياتك؟ قال لي وليد ما قدرت، انا مسؤوليه، وهي تبي تروح عند اصحابها وانا بروح عند اصحابي. البيت يعني حسيته زي مر كذا. اي ما مشت معها. سبحان الله. يعني قصص زي كذا كثيره عندنا. صح. يعني صايره الطلاق سهل بكل اسف. للاسف. اللي الحين احنا قاعدين نشوفه واللي كثير من الناس قاعده تسعى وتسوي دورات ما قبل الزواج، يمكن تساعد البنات والشباب على تهيئتهم لهذا الزواج. انه مو معناته زواج، بالعكس تروحي عند صحباتك ويروح عند صحباته، بس في توازن. صح. وهو اهم شيء التوازن، ضبط الامور. وانا بقول لك شيء، الزواج يقول لك فيه ملح الحياه الزوجيه، هذه انا ما اعترف فيها. فيها ملح، بس ملح خفيف، ما يكون ملح ثقيل يا جماعه. يعني انا اقول لك مثال، اميره فوزيه، اميره فوزيه هذه زوجة الشاه، بعدين طلقت منه، بعدين زوجت واحد 30 سنه حفيدتهم عاشت معهم. عمرها ما سمعت صرخه او عمرها ما سمعت مشكله بينها وبين زوجها. تقرا كتاب، طبعا هذه اميره طبعا. القهوه حقتها، الروقان، يعني ليش مركبنا احنا يعني ليه الملح هذا ابغى اشيله يرفع الضغط؟ ما ابغى من الحياه الزوجيه يا جماعه، ابغى حياه سعيده، هذه الحياه الصح، يعني اترك من الحياه الزوجيه. ايوه بس برضو المشاكل تعتبر فيها توازن، تعطيك حياه صحيه حلوه. انا اختلف معك. انا بقول لك شيء، المراه كمراه الحين او الرجل كرجل، لو تشوف مثلا انه ما في بينهم مشاكل، يمكن في البعض تقول اصلا هو ما يهتم عشان كذا ما في مشاكل، او هي ما تهتم بارده عشان كذا ما في مشاكل. ترى المشاكل حلوه بس بالضبط، يعني مو مشاكل اوفر. ايوه رشه خفيفه رش، لا ما بملح بسيط ضغط، ما ابغى يطلع الضغط ولا شيء. طيب الرساله اللي انت حاب توصلها للقارئ حول قيمه الزواج، او حتى بعد ما يشوفون المسلسل اللي ان شاء الله راح يعرض في رمضان، ايش هي؟ خليني اقول لك يا دحين، هم الفكره الشباب ايش يقول لك؟ الزواج يا اخي روتين، الزواج قيد، الزواج يصير انت 111 كذا حواجبه كلها من هنا نكد. الفكره دحين داخل الشباب، لا، الزواج استقرار نفسي عاطفي، الزواج راحه نفسيه، انت تلف حتلجا في الاخير لزوجك. يعني بعد عمر طويل الاب والام حيموتوا، اخوانك، كل واحد في حياته، ما في غير زوجك في النهاية، زوجك وأولادك في النهاية، هذا الأساس حقك. مهما تلفي مهما تدوري حتوصل هذا
حطوا انت بشبابك دحين لما توصل مثلا بالسبعينات ايه بس استاذ وليد ترى حلو بعد الواحد مو انه الزواج حياه إيه؟ ورديه لا الزواج فيها مشاكل فيها اختلافات بالحدث منطقه مشاكل هذه هو كذا لانه في البعض لما يشوف الحياه الورديه زي ما احنا قاعدين نشوف في السوشيال ميديا البعض من البنات الصغار يشوفونها فلما تجي تتزوج وتشوف المشاكل تكش تقول لك لا 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 ابغى اتطلق ما اتحمل فلا في الحياه الزوجيه زي اي حياه ثانيه اثنين في بيت في بينهم وجهات نظر مختلفه بيئه مختلفه مع الوقت نتفاهم شوي شوي ما في شيء يجي مره واحده شوفي السنه الاولى من الزواج مره مهمه الاقنعه تنكشف الحياة تنكشف كلها تنكشف ولازم نصبر ولازم تصبري هو يبغى يغير فيك شيء وانت تتغير فيه شيء فصعبه جدا يعني انت لازم تغير من اشياء من زوجك هو يغير منك اشياء اذا انت رفضتي وهو رفض مره صعب البعض يقول لك انا ما احب اغير انا اتغير مع الوقت من غير ما احس لانه صعب انك انت كمان تجيب شخص من بيئه عاش عمره كله في هذا الاختلاف ويجي يتغير لا انا اتاقلم على طبعه وهو يتاقلم على طبعي من غير ما يصير مشادات انه احنا لازم نغير من بعض بس السنه الاولى مهمه أنا أقول لك يا بأمانة السنة الأولى مرة مهمة حياة الزوج يعني لسه الأقنعة خلاص انكشفت ما في مهما تحاولي يعني إن شاء الله عسى قناع ممتاز بعد كده هتنكشف فأنت تحاولي تضغط مش تضغط على نفسك أقول لك تمشي الأمور لين ما تقول تنازلات بعض التنازلات بعض التنازلات طيب ما شاء الله يعني خلصنا من العانس وتزوجنا وأمورنا تمام وصار عندنا أربعة هل ناوي على كتاب لما بعد الزواج مثلا؟ كتاب إيه حتكون بس ما نبغى فضائل لا نبغى حقائق حقائق حتكون كلها حقائق عن بس ايش حتكون القصه زوجته حتروي عن صحباتها وهو يعني حتكون مشتركه اول شيء كانت هو فقط الحين حيصير السرد مشترك يعني حيوصف هنا وحيوصف هنا طبعا انا عندي كتب من اول يمكن ما تعرف ما سمعت عنها يمكن احببتي هديه اي معروف أي هذا كتاب مثلا وفي عندي فوتشيني بطعم عندي كتب كثيره 13 بس هذه مميزه ليه لانها قريبه على الناس صحيح. حتكون قريبه على الناس طيب استاذ وليد يعني احنا عارفين الان المجتمع السعودي عندنا دولتنا عندنا يعني زي الحرص الزايد أو حرص عشان ما يخربون عيالنا أو بناتنا في أفكار هدامة أو أي شيء وضع الروايات الآن والكتابة اختلف عن أول ما عاد في عشوائية في الكتابة يعني صار في مراقبة صار في إعادة نظر صار في قبل ما تنزل الرواية لازم يوافق عليها وتاخذ منها فسح وأمور كثيرة هل لقيت تحديات خاصة أنك أنت قاعد تتكلم عن أشياء جدا حساسة تخص المجتمع السعودي؟ الرواية هي قديمة شوي الرواية قديمة لقيت تحديات من أول لأنه كانت الحرية في التعبير كانت شوية مقيدة لكن لما بعهد الجديد مثلا وعهد الأفكار الجديد والحرية بالأبداء الرأي اختلف الوضع يعني ولي العهد أعطاك المجال قال لك سوي ابدعي فتلاقي دحين معاهد خاصة للصحافة معاهد خاصة للإعلاميين يعني اختلف الوضع أنا بالنسبة لي لما كتبت الرواية في أجزاء شلتها من الرواية حذفتها قال لي احذف ولا ما تنشر الرواية هذا الكلام قبل 10 سنوات يمكن الآن لا الوضع يختلف أنا الحين تكتب رواية تعبري وتحطي أفكارك كلها ما في الحرية في إبداء الرأي اختلفت اختلاف كلي يعني بالعكس أنا أحس الآن هو الحرية يعني حتى أول مثلا كنت الكتب في كتب ممنوع تدخل هنا الحين كتب مسموح تدخلي تدخليها حتى تقريها بي دي اف مثلا ما هي زي أول الأفكار والكتب هذا أشياء كلها مسموحة يعني أنت بمعنى كلامك أنه التحديات كانت سابقا بس الآن التحديات كانت سابقا يقدرون شبابنا يبدعون الشباب أنا أحس حيبدعوا أنا يعني أول شيء أنا كان عندي مرة أشياء معينة ممنوع 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 ترجع الرواية مثل الرواية كانت رجعت مرتين قال لي احذف كذا احذف كذا احذف كذا وحذفتها عشان تمشي الروايه فدحين لا اختلف الوضع لانه فعلا احنا دائما نقول لما يكون معانا نقاد لما نجيب معانا عندنا في القناه نقاد نقول انه نحتاج كتاب سعوديين يبداون يطلعون ثقافتنا وامورنا بالضبط استاذ وليد الخليل يعطيك العافيه وشكرا لك لتواجدك اليوم معنا استاذ سعيد شكرا لكم يا اهلا وسهلا الله يسعدك يا رب شكرا لكم اتمنى لك التوفيق واكيد متحمسين لمسلسل رمضان ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله يا رب ادعيكم بس ان شاء الله الله يسلمك مشاهدينا خلونا نطلع فاصل سريع ومن بعد مكملين